أقامت هيئة علماء المسلمين في العراق مجلس عزاء وتأبين للشيخ الدكتور حسين خلف الجبوري نائب الأمين العام للهيئة وعضو الأمانة العامة فيها، الذي وافاه الأجل في مكة المكرمة عن عمر ناهز 88 عاما. وشارك في المجلس جمع من أبناء الجالية العراقية في الأردن وضيوف الهيئة من علماء وأدباء وأكاديميين وممثلي هيئات ومؤسسات علمية ودعوية، فضلا عن عدد من أعضاء هيئة علماء المسلمين من مجلسي الأمانة العامة والشورى ورؤساء الأقسام والعاملين فيها. أخونا المرحوم إن شاء الله واحد من هؤلاء، بل في مقدمة هؤلاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه من الشهداء وأن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، عظم الله أجركم وأحسن الله أجركم. عرف عن الشيخ الجبوري رحمه الله جهوده العلمية والدعوية المتنوعة وإسهاماته الكثيرة في هذين المجالين، فقد قضى سنوات طويلة في التدريس في كليات بغداد ومكة المكرمة، وأشرف على كثير من الرسائل والبحوث العلمية في الأصول والفقه والقضاء ونظام الحكم في الإسلام، إلى جانب تحكيمه كثيرا من بحوث الترقية في جامعات مختلفة. الذي فقدناه رجل من أهل العلم، قضى ما يقرب من 90 سنة في ميدان العلم، أستاذاً جامعياً ومدرساً للعلوم الشرعية ومفتياً وصاحب مصنفات، فالحق أن خسارته كبيرة ولا تعوض، ولكن هذه سنة الله، يموت الناس جميعاً، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم. مارس الشيخ الجبوري رحمه الله العمل الدعوي منذ شبابه ونشط فيه، وانضم مبكرا بعد احتلال العراق إلى هيئة علماء المسلمين التي اختير فيها ليكون عضوا في أمانتها العامة منذ سنواتها الأولى، ثم صار نائبا للأمين العام سنة 2015، وجددت الثقة به مرة أخرى للاستمرار في موقعه هذا سنة 2019. ثم أشرف الشيخ على القسم السياسي في الهيئة ودعم جهوده وواكب مساعيه، فضلا عن حرصه على دعم مؤسسات الهيئة الإعلامية ولا سيما إذاعة أم القرى في بغداد التي كان له الفضل الكبير في إنشائها. دكتور حسين خلف الجبوري من قادة العمل الإسلامي الحركي في العراق منذ 60 سنة، وهو من الجيل القديم من قادة الحركة الإسلامية الذين ثبتوا على الخط الصحيح والسليم، والذين فارقوا الحزبية والتنظيمات وانتصروا للحق لبلادهم بعد الاحتلال، فانضم إلى هيئة علماء المسلمين مع إخوانه وبدأ ينادي بتصحيح المسار لكثيرين ممن انحرف بهم هذا المسار، هو وعدد من إخوانه، منهم من قضى رحمهم الله ومنهم ما زال حيا، يؤكدون على أن الخط الحقيقي للحركة الإسلامية في العراق هو الخط الذي تنتهجه القوى المناهضة للاحتلال. اعتنى الشيخ الراحل حسين الجبوري بالعمل الدعوي والخيري في العراق، وخاصة ما يتعلق بموضوع اليتامى ورعايتهم، حيث أولاهم عناية خاصة في عموم البلاد وفي مسقط رأسه بمحافظة نينوى على وجه الخصوص، لكنه كان يرفض تسليط الأضواء على هذا الجهد ويحتسبه لله عز وجل. باسمي وباسم الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين وعلى رأسها السيد الأمين العام، لكم منا كل الشكر على هذه المشاركة في المناسبة وعلى تجشمكم وعناء الحضور رغم قساوة الأجواء وبرودتها، فبارك الله فيكم جميعا ورحم موتاكم ولا أراكم في حياتكم مكروها.